يوم الشجره تحتفل السلطنة في واحد 31 من أكتوبر من كل عام بيوم الشجرة وهذا اليوم تم تخصيصه من قبل جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه نظرا لما تمثله الشجرة من أهمية بالغة في حياتنا وللتشجيع المجتمع للحفاظ عليها والإكثار من زراعتها التوقف عن قطعها دون مسببة ضرورية تعدي على الشجرة رمز ولا خضرة والأمن على غذائي لذلك خصص يوم لا احتفال بزراعة الأشجار واسمي يوم على الشجرة الذي يعد بأنه يوم عالمي تحتفل به معظم دول العالم وإن كان الاحتفال به يصادف تواريخ مختلفة في دولة إلى أن هذا آل يوم يشكل رمزا لزراعة الشجرة والعناية بها والحفاظ عليها ومنع جميع الإساءات التي من الممكن أن تمس الشجرة والغابات يوم الشجرة هو عيد يحتفل فيه بالأشجار ويشجع الناس على زرعها والاعتناء بها ويعد هذا اليوم يوم الشجرة العالمي يحتفل فيه بزراعة وحماية الغطاء النباتي في أغلب دول العالم الهدف من تخصيص يوم للشجرة زيادة رقعة مساحات الخضراء ترميم الغابة للطبيعية بزرع غابة اصطناعية إعطاء المزيد من الاهتمام بالأشجار المزروعة وحميتها، ترميم المساحات مساحات المزروعة وأسرع مساحات خضراء جديدة، حماية الغابة للطبيعية من آل